قبل 22 يوما تقريبا من نهاية سوق الميركاتو الصيفي الحالي، يبدو أن ناديي النصر والأهلي يخططان لصفقة تبادلية كبرى ستمثل مفاجأة للوسط الرياضي السعودي. والنصر تعاقد مع 10 لاعبين استعدادا للموسم الرياضي الجديد بضم كل من أمين بخاري، علي لاجامي، عبد الله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جينسو، عبد العزيز العلاوي، عبد المجيد صليهم، سلطان العنزي، عبد الفتاح عسيري، وبيتي مارتينيز. أما الأهلي فقد اكتفى بالتعاقد مع مدافع التعاون طلال العبسي ومتوسط ميدان بنفيكا فيغسا، بالإضافة إلى استعارة حسن القيد من نادي الشباب. ويرتبط النصر والأهلي بعلاقات تاريخية قوية ظهرت بوضوح خلال مفاوضات النصر للتعاقد مع عبد الفتاح عسيري نجم الراقي، وأيضا عند مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا. ويبدو أن هذه العلاقة ستتوسع بقوة في الصيف الحالي، حيث ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام نادي النصر بعرض لاعبه المغربي نور الدين مرابط جناح الفريق الأول لكرة القدم على نادي الأهلي. ووفقا لهذه الأنباء يرغب النصر في التخلص من مرابط بعد الصفقات الجديدة التي عقدها الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى قرب نهاية عقد اللاعب والمقرر في 30 من يونيو من عام 2021. وتفاعلت جماهير الأهلي مع هذه الأنباء ودشنت هاشتاغ أمرابط مطلب أهلاوي، حيث طلبت من مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة سرعة حسم التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل وجود رغبة قوية من العين الإماراتي في خطفه. وتقديم النصر للاعبه المغربي على طبق من ذهب إلى الأهلي يعود لرغبة مسؤولي النصر في التعاقد مع أكثر من نجم من قلعة الراقي. والنصر مهتم بشدة بأربع نجوم داخل صفوف نادي الأهلي السعودي، ويرغب منذ فترة طويلة في التعاقد معهم وضمهم إلى الفريق الأول، وهم حارس المرمى محمد العويس، قلب الدفاع عبد الباسط هندي، الجناح عبد الرحمن غريب، والمهاجم عمر السومة. وقد يتفق الفريقان على صفقة تبادلية قوية تشمل انتقال أمرابط إلى الأهلي مقابل حصول النصر على بعض هذه الأسماء الأربعة سالفة الذكر. وأقوى المرشحين في الأهلي للدخول في الصفقة التبادلية مع أمرابط إن تمت هما العويس وعمر السومة، خاصة أن الأول دخل في أزمات مع مجلس الإدارة من أجل مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى طلب الثاني الرحيل رسميا لخوض تجربة احترافية جديدة. وأيضا سيكون النصر مستعدا لإدراج عدد من الأسماء الأخرى في الصفقة التبادلية مثل عمر هوساوي ويحيى الشهري والنيجيري أحمد موسى، خاصة أنهم خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. وهذه الصفقة التبادلية إن تمت ستكون الأضخم على الإطلاق في الملاعب السعودية عبر التاريخ. فجر الإعلامي الرياضي نيكول شيرا مفاجأة صادمة لجماهير الهلال بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم. والهلال يستعد لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري المحترفين السعودي، والذي حققه موسم 2019-2020 عندما يواجه العين في 17 من أكتوبر القادم. وكشف شيرا في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو صانع ألعاب نادي الهلال قد قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي. وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن جيوفينكو ذو 33 سنة تواصل مع ناديين إيطاليين في الساعات الماضية، وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد والذي أصيب به خلال مشاركته مع الهلال في دوري أبطال آسيا 2020. ومن ناحيته أعلن الإعلامي الرياضي دي مارزيو عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر اقتراب نادي مونزا الإيطالي من التعاقد مع نجم الهلال بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي معه. وأوضح الإعلامي أن الأيام القادمة ستشهد تطورات مثيرة ورسمية في مستقبل سيباستيان جيوفينكو مع نادي الهلال. وجيوفينكو والذي تقدر قيمته السوقية بأربع ملايين
يورو، انضم إلى الهلال في يناير من عام 2019 قادما من صفوف نادي تورنتو الكندي، ولعب النجم الإيطالي 58 مباراة رسمية مع الهلال في مختلف البطولات والمسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 14 آخرين، وتوج جيوفينكو بثنائية دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال. جدير بالذكر أن فهد بن نفل رئيس نادي الهلال كان قد أكد استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية عقده في ديسمبر من عام 2021. كشف الإعلامي حمود القحطاني عن تطورات موقف عمر السومة نجم الأهلي من طلبه بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ونشر القحطاني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر رسالة جاءت كالتالي: رسميا العقيد عمر السومة يطلب الرحيل عن الأهلي حاليا أو المغادرة بالمجان في يناير، والأقرب خروجه بسبب الأزمات المتراكمة في ناديه إداريا وفنيا. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة الجزيرة أن المدير الفني للأهلي فلادان ميليوفيتش حدد المهاجم ألفاردو نابوهان لاعب نادي النجم الأحمر الصربي ومنتخب جزر القمر ليكون بديلا لعمر السومة حال رحيله عن الأهلي. وكان السومة قد طالب الأهلي مسبقا بالموافقة على رحيله في يناير، حيث يدخل الفترة الحرة مع الأهلي بعد بضعة أشهر. ونوه اللاعب بأن الفريق بحاجة لصفقات قوية تقود الفريق إلى البطولات. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.